لا الحقيقة ان احنا فانتي في، لكن كلمني على الدي فيك نيوز، يعني كنا دايما بنتكلم على الفيك نيوز، على الاخبار غير الحقيقية الكاذبة. احنا دلوقتي يعني ايه ديب فيك نيوز؟ ديب فيك يعني هي معموله بالتفاصيل كتيره قوي بحيث ان انت لما تشوفيها تتاكدي انها حقيقيه. وهي دي الازمه اللي هتحصل، ان احنا مش هنختلف على الاخبار الزائفه، احنا هنختلف على الحقائق الزائفه. يعني هاجي اقول لك مثلا ثوره 23 يوليو سنه 1952 ولا 54؟ انت عندك مصادر وانا عندي مصادر، وتفرق دمه بين القبائل وتفقد الحقيقة. ده خطر الحقيقة كبير جدا، ان هو تفقد الحقيقة، وان احنا خلاص نبقى ما بين الـ مش بس الفيك نيوز، يعني لو احنا بنتكلم على حروب الجيل الرابع وكذا، احنا بنتكلم خلاص ده حروب اخرى، ديب فيك نيوز، الكذب العميق، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي على باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعشان كده امريكا مش عايزة تيك توك يشتغل، لان تيك توك هيلعب معاهم في الانتخابات الجاية دي جامد جدا.